السلام عليكم الناس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم قناة وصفات ناجحة مع ندى. واليوم كيف ما جرت العادة فأنا جيت وجدت لكم بواحد الوصفة أو لهما زوج ديال الوصفات اللي هما جد جد رائعين. كما كتشاهدوا معايا هاد جوج ديال الوصفات غادي نستعملوهم فاكهات البامبلوموس اللي كتشاهدوا معايا. وصفة غادي نحتاجوها، وصفة غادي نستعملوها للوجه ديالنا، ووصفة غادي نحتاجوها عفوا وصفة غادي نستعملوها للشعر ديالنا. إلا كيما اللي كيعرف أو حتى البنات اللي ما تيعرفوش أن فاكهة البامبلوموس هي جد جد غنية بالفيتامين سي وعندها بزاف ديال الفوائد اللي للصحة ديالنا. كنستعملوها في المطبخ طبعا، في العصائر كنستعملوها في لي طاخت، ولكن اليوم أنا جيت نستعملها لكم للتجميل. اذا البنات غادي ناخذ حبه واحده فقط باش غادي نعصرها بحال شكل ديال الليمون، غادي نحتفظ بالماء ديالها هو اللي غادي نستعمل في هاد جوج ديال الوصفات. فبقاو معايا وما تمشيوش بعيد. اذا البنات الوصفه اللي غادي نبدا بها كما قلت لكم هي الوصفه ديال الوجه. هاد الوصفه فهي اصلاح البشره الدهنيه وكذلك جميع انواع البشره. فقط الا كانت البشره حساسه انا غادي نقول لكم كيفاش يعني تاكدوا من الوصفه قبل ما ديروها. حاجه غادي ناخذ قليل من العسل طبيعي جامد مع البرد، وغادي نذوبوا مع هذا اوكي جامد. هاد الوصفه صديقاتي فهي كتصلح التجاعيد، كذلك كتصلح الحبوب على الوجه، هي كتصفي الوجه وكتمنحو يعني اللمعان والاشراق اللي كتنقصو. دونك كندير واحد الملعقه ديال العسل هنايا، وكنزيد عليها العصير ديال البامبلوموس جوج الملاعق تقريبا، القياس اللي غادي يصلح ليا الوجه ديالي على هذا الشكل حتى كندوب هاد العسل بحال هكذا. هاد الوصفة نقدر نديرها مرة في الأسبوع لمدة ديال 15 دقيقة. هاني كندوبو دابا، وهي جد جد رائعة وكما قلت لكم فاكهة البامبلوموس جد غنية بالفوائد ديالها. صافي ملي كندوبو على هاد الشكل كيكون عندي على شكل سائل، وكنبدا نطبقو على البشرة طبعا تكون مغسولة جيدا على هذا الشكل. انا غادي نطبقو معكم على اليد ديالي على هذا الشكل هذا، وندهن بلطف. كما كتعرفوا فالعسل حتى هو عنده فوائد. بالنسبة كما قلت لكم البنات اللي عندهم بشرة حساسة كنستعمل واحد شويه من الخليط على الذقن ديالنا حتى كدوز واحد 5 دقائق تقريبا. الا ما حدثش لنا اي حساسيه ولا حكه ولا احمرار فالوصفه فهي امنه ويمكن لك تستعمليها. تنبقى نطبق الوصفه على هذا الشكل حول العين والذقن والمناطق اللي كيكثروا فيها التجاعيد، وكذلك اثار الحبوب على هذا الشكل هذا مع التدليك. كنخليها لمده ديال 15 دقيقه وتنغسلها، وكتلاحظي صديقاتي ان البشره ديالك كتولي رطبه وكت يعني كتستافد من هذا الغذاء اللي كنعطيوها ديال العصير ديال البامبلوموس اللي هو في الحقيقه فهو جد جد رائع. تبقوا الوصفه مره في الاسبوع وغادي تحصلوا على نتائج تكون رائعه. دابا غادي ندوز الوصفه الثانيه بسرعه حتى هي ما فيهاش بزاف ديال المقادير. الوصفة الثانية للشعر، إذا البنات الوصفة الثانية ديال الشعر هي غناخد واحد الزلافة على هذا الشكل، غناخدو المقدار اللي قد لينا الشعر ديالنا. أنا فقط غادي ندير معكم فقط يعني غير تشوفوا المقادير، غندير كمية قليلة. غناخدو العصير ديال البامبلوموس، ناخد واحد الكمية كما قلت لكم اللي غادي ندلك بها الشعر ديالي. هاد الوصفة علاش كتصلح؟ أول حاجة كتصلح للقشرة ديال الشعر، لأن كما كتعرفوا البامبلوموس تحتوي على فيتامين سي بواحد النسبة
مرتفعه وكتصلح كذلك لتساقط الشعر، يعني عندها فوائد رائعه، كتخلي الشعر عنده واحد اللمعان مزيان. كنزيد عليها يعني نتوما غادي كما قلت لكم غادي تاخذوا كميه اكثر من هذه اللي درت انا، فقط انا للتوضيح كنستعمل معكم كذلك واحد الملعقه ديال زيت الارغان الخاص بالتجميل. اللي ما عندوش زيت الارغان ممكن تعوضيه بزيت الزيتون او زيت جوز الهند او زيت اللوز، يعني هادو كلهم زيوت كيصلاحوا الشعر ديالنا وكيمنحوا ديك اللمعان اللي كينقصوا، وكذلك كيهنيوك من القشره ديال الفروه ديال الراس والتساقط ديال الشعر، فهي جد جد رائعه لانها كتثبت الجذور وما كتخليش يعني يبقاو ضعاف. كنستعمل كما قلت لكم كنعاودها، فانا فقط للتوضيح استعملت معكم كميه قليله، كنستعملوا كميه اللي تكون اللي غادي تقطنا مع هذا الشكل هذا. ايوا كيفاش دابا غادي نديروا الوصفه ديالنا، بعد ما كنخلطوها كنبقاو ندهنوا فروه الراس بحال هكذا من الجذور بهذا المكون هذا على هذا الشكل. كتلاحظوا انه كيولي مزيت بزيت الاركان، حتى هو عنده فوائد جد جد رائعه للشعر ديالنا. كنبقى ندلك فروه الراس قبل ما نغسله واحد ساعه تقريبا، نخليها على الشعر ديالي ومن بعد غادي نغسله بطريقه عاديه جدا. كاضافه للبنات اللي الشعر ديالهم دهني ممكن ملي كنشلل الشعر ديالي ناخذ واحد الكميه من هذا العصير هذا ونضيفها للماء اللي كنشلل به الشعر، كيخليه ناشف شويه. هذا بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم دهني كما قلت لكم، كيحس كتحصليه بهذه الطريقه هذه على الزغبه كتولي يعني رائعه، وكتلاحظي انها كتبقى تولي قويه. اذا الوصفه كنستعملوها ساعه قبل ما نغسل الشعر ديالنا، ممكن وقت ما بغيتي تغسلي الشعر يعني مره في الاسبوع ولا زوج مرات في الاسبوع غادي ديري هذه الوصفه هذه. نتمنى تكون البنات استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذه، خصوصا البنات اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي لاول مره اللي مازال ما عمرهم تبعوني، ثقوا بيا ان هذه الوصفه فهي جد جد رائعه بفاكهة البومبلوموس. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا البنات اللي تعثر عليهم يشاهدوا الفيديو، نتمنى منكم تبارطاجيو معاهم الفيديو باش تعم الافاده. شكرا لكم والى اللقاء حتى الوصفه.